سيعرض الإطار التنظيمي الجديد طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع وزراء مجلس وزراء المقبل. وأنتم تلاحظون الخطوات المتسارعة التي نقوم بإنجازها على أرض الواقع بالنسبة لتعاقداتنا مع العلامات الكبرى من أجل تحقيق صناعة حقيقية، صناعة ميكانيكية حقيقية في الجزائر. فكفانا من سياسة البريكولاج التي أثرت على معنويات الشعب الجزائري وعلى معنويات الشباب الجزائري وعلى معنويات، فهذه السياسات التي سوف تسمح لنا بأن نكون في مصاف الدول الكبرى.